الاسم عبد العزيز جعفر حسن آدم، جيت من نيجر إلى السودان، أتيت من النيجر إلى السودان. وجيت السودان، مع ما جيت السودان نزلوني كرسي ناس المنظمة بتاعة الهجرة، الورشة كانت مفيدة جدا جدا. أي وعرفنا ما في الورشة عرفنا كيف إنك أنت تعرف إنك رائد أعمال ورجل أعمال، وكيف إنك أنت تضع مشروع ومشروعك ده ينجح أو يخسر، كله عرفنا المشروع. والدورة كان التدريب كان الورشة كانت منوعة، يعني ما شاء الله ناس ما قصروا، أنا بشكرهم شكرا جزيلا، شكر خاص بالنسبة لمناصبات المنظمات الإنسانية كلهم، يعني ما شاء الله ما قصروا معنا. أي شكرا جزيلا.